يجي من الدولة أو من الجامعة لوحدها. الإجراء لازم يكون إجراء في تشارك وشارك مجتمعية، لأن المجتمع جزء أساسي من التنمية، وبالتالي إحنا يجب أن يكون زي النهاردة موجود الطلبة تشارك والمجتمع يشارك في الحفاظ على البيئة الطبيعية للدولة. دور المجتمع المدني، دور المحافظات، دور وزارة البيئة، الأدوار المقسمة ما بين الجهات المختلفة، امتى نلاقي مصر نظيفة نيلا وشوارع بشكل عام؟ يعني امتى نبقى في مصاف الدول المتقدمة ونحترم البيئة بشكل مسلم؟ الأساس لذلك هو الوعي الثقافي. طول ما فيش وعي ثقافي عندنا لأهمية العناصر البيئية المختلفة، مهما قامت الدولة بمجهودات للأسف لن يكون فيها استدامة. زي ما بقول إن على مستوى النظافة في بعض المناطق لم فيها كمامة 3-4 مرات في اليوم، ومع ذلك الكمامة بترجع تاني لعدم الوعي لأهمية التعامل مع الكمامة بالاستدامة، تدوير الكمامة، عدم رمي الكمامة في الشوارع، عدم العربات اللي بتيجي تدوير الواتش بتاعها على الترعة. كل الكلام ده محتاج وعي كامل لأهمية، وطبعا محتاج من الدولة رقابة شديدة، محتاج تنفيذ لوائح حازمة تجاه المفاعلين. وهذا المشوار عشان نصل إلى المستوى المطلوب في المجتمع عشان نتكلم بأمانة، عايزة توعية ثقافية وعايزة تعليم، وعايزة أن الطفل من أول ما يدخل الحضانة مش المدرسة يعلم يعني إيه بيئة، يعلم أهمية النظافة، يعلم أهمية التعامل مع المية، ويعلم يعني إيه أن أنا ما استخدمش المية وأسيب مية مفتوحة، وأن أنا ما أغسلش العربية بخرطوم مية، ويعلم قد إيه أن هو ما سيبش نور مولع مش في أوضة مش محتاجه، يعلم إزاي يحافظ على عناصر البيئة الطبيعية. وده لن يأتي زي ما قلنا إلا بالتعلم والثقافة، ومن خلال رسائل خاصة في البيت وفي المدرسة وفي الإعلام. نزرع ده في أولادنا إزاي؟ يعني إحنا عندنا هنا فكرة إن لازم الطالب بيطلع عامل حسابه إن هو هيتعلم ويدرس وياخد شهادات عالية جدا عشان في الآخر بس يشتغل ويبقى في مكان معين، لكن فكرة المبادرات وإن أنا أخدم بلدي بدون مقابل دي نزرعها إزاي؟ المسؤولية الاجتماعية دي أساس نجاح أي مجتمع. إذا كان الإنسان باصص لنفسه على الأنا الشخصية فقط وساب المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن الآخر وتجاه فكرة الأمة، لا يمكن أن ننجح. إذا ما كناش هنشتغل كلنا لصالح العام، كل واحد طبعا ومن ضمنها الصالح الشخصي، ولكن أيضا ننظر لصالح العام، الصالح العام يطغى على الصالح الشخصي، وقلنا إن والله لو حد رمز باله قدام بيتي أنا هبقى متضايق، لو حد ولا عشان ده الشارع مش أنا مش قدام البيت عندي برمي الزبالة فيه، لو أنا ماشي في العربية وأكلت حاجة ورحت فاتح الشباك ورمي الحاجة منها، لو كل واحد فينا رأى الكلام ده، لو كل واحد فينا قال طب إيه يعني بدل ما أنا أعمل كيس واحد أعمل 3 أكياس أحط كل نوع من الزبالة لوحده، وبالتالي يسهل على تدوير القمامة، وبالتالي القمامة دي ممكن تدور ممكن تجيب لك طاقة متجددة أخرى. كل ده إذا تم توعية الطفل وتم توعية المواطن، وأعتقد وده لازم زي ما قلت لازم يكون للمؤسسات المختلفة ليها دور مهم جدا في التوعية. لا يمكن أن نلوم المواطن فقط، الدولة لها دور، المواطن له دور، المؤسسات لها دور.